السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضلا لا أمرا، الاشتراك في السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد ونهار جديد وقناة كونسان ستايل فاشن. مهندس أحمد شمس الدين، أحييكم إخواتي وأخواتي أبناء وبنات، وكل اللي احنا بنطلبه من حضراتكم الدعم والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس والإعجاب بالفيديو، شرط أساسي بنطلبه من حضراتكم فضلا لا أمرا، على اساس نقدر نوصله لاكبر عدد من الناس تقدر تستفيد منه زي ما حضرتك وحضرتك ان شاء الله هتستفيدوا منه. مع بعض بقى كده هنشوف احنا هنبدا نقفل زي ما قلت لكم في نهايه الفيديو اللي فات، نبدا نقفل ايه الجزء الفوقاني، سواء البيزك بتاع الفستان ماشي، والحرمله اللي هي هتتركب معاه ماشي، ونشوف احنا هنشتغلهم ازاي وازاي هنقفلهم مع بعض تمام. ونبدا نظبط بقى البنس بتاعتنا. خلي بالنا ان البنس هتبقى ايه، كوبي بيست من الايه، من الاصل، يعني كوبي بيست من الايه، البيزك اللي ما هو يعتبر ايه، هو الاساس بتاعي، هو الداخلي اللي احنا عملناه وبدأنا نقص عليه التاني اللي هو كان اطول منه بالثلاثة سنتي، كان اطول منه بايه، بالثلاثة سنتي اللي احنا ايه طولناه. تعالى بقى نشوف احنا عملنا دوت اهو، الاساس اهو اللي انا قلت لكم الداخلي اهو، البنس بتاعته اتعملت اهي، البنس اتعملت سواء البنسة الجانبية اهي او البنسة الرئيسية. تعالى هنشوف هنعمل التانيين اهم. يبقى انا عملت جزئية وهعمل ايه الجزئية التانية قصاد حضراتكم اهي. منساش حاجة، زي ما قلت لك ان انا ببقى معلم اساس البنسة اهو، ده كده شايف ده الخط اهو، الخط هنا المقابل دي هنا على طول. ليه؟ لان انا زي ما قلت لك انا ممكن الغلطات اللي انا بقول لك عليها ممكن نقع، انا بقع فيها ماشي، ممكن حضرتك وقعت تقع فيها اسهل مني. انا دلوقتي عملت نص البنسه هنا ماشي، وقيمه البنسه على الخط الثاني، وقيمه البنسه على الخط الثاني. لما اجي اشتغل بقى، لما اجي اشتغل سهل جدا ان انا اعكس، سهل جدا ان انا اعكس وما اخدش بالي. يعني ايه اعكس؟ تعالى هنشوف. وانا انا كده البنسة الاولانيه خط النص معروف اللي هو معمول فيه الفورت ده، تعالى نشوف الناحيه الثانيه معايا خطين. لو انا مش عامل نص البنسه كده بالفورت ده ممكن اروح جاي واخد على ده ماشي، يبقى البنسه دي بتبعد عن هنا قد ايه؟ 9 سم. طب ديت هتبعد عن هنا قد ايه؟ هتبص ليه بعد ايه؟ 10.5. يبقى البنسه مكانها مختلف، فاهم؟ فاهمني؟ فيبقى الاساس اللي انا بشتغل عليه ماشي هو ال يعني، يبقى في دماغي على طول، يبقى في دماغي على طول، ما ايه ما اتلخبطش. فايه اللي ممكن بقى يلخبطني؟ ان انا ما علمش ايه نص البنسه او اصل البنسه فين ماشي. ادي بنسه ايه، بنسه السطر وبنسه الجنب اهي بنفس الشكل اهو. وزي ما قلت لك ان في اثناء التعليم اوعى تكون ايه بنسة الصدر اعلى من بنسة الجنب، ما ينفعش خالص. ادي بنسة الجنب اهي تمام، والبنسة التانية عشان بقى نشوف ايه احنا هنقفل الاتنين مع بعض ازاي، هنقفل الاتنين مع بعض ايه ازاي يا جماعة. تمام، ادي بنت ايه الجنب الناحيه الثانيه اهي. لاحظت معايا ان انا اروح ايه مش معلم نص البنسه، فرحت جايب البنسه اللي هناك عشان ايه يبقوا الاثنين مستوى واحد ماشي، طول واحد، كل حاجه ايه ماشيه متوازيه معايا بالظبط. تعالى بقى
هنقفل ده مع ده. ادي الاساس بتاع الفستان اهو، انا جاي مقفل الحوض هنا اهوت الاثنين مع بعض كده بنفس الشكل، كأن ايه؟ كأن الاساس عندي عملته ايه؟ ها هو هنا لما هاجي اقلب هنا اهوت، خلي بالك بقى الغلطة اللي ممكن ايه تغلطها زي ما انا كنت اغلط دلوقتي، ماشي؟ ان انا اعمل ايه؟ ها؟ هيبقى وش في ظهر، هيبقى ايه؟ وش في ظهر، مش ده الوش؟ تمام، اروح حاطط معاه ايه؟ الظهر ده كده، تمام؟ ليه؟ عشان لما اقلب يبقى ايه؟ وش في ظهر، هوريهولك دلوقتي. ممكن بعد ما تشتغل وتعمل وتسوي تلاقي نفسك ايه؟ لا لازم تفك تاني، فانت ايه تبقى واخد منك. بص هنا اهو، ده اول حاجه انا عملت الكلام ده. اول حاجه قبل كل حاجه اروح مد ايه الافراد دي، ليه؟ عشان لما اقلب دوت مش ما يشدش مع اللي تحت، ما يشدش مع اللي تحت. ما يشدش ازاي؟ المساحه دي كده لو انت واخدها مثلا هنا اهوت، مثلا هي عامله معاك كام؟ عامله معاك 29، هتقلب على مساحه اكبر فهتبقى عامله معاك كام؟ على الاقل 31. طب ازاي ال 29 اللي هنا تقفل مع ال 30 مع ال 31 اللي هنا الا ان هي تروح شداها؟ لا، التفتيح اللي انا فتحته دوت يخليها ايه؟ تقفل مستريح. بعد كده انا عملت الكلام ده، باجي اروح مدي شيمه. الشيمه دي على ايه؟ على دايما على الجزء اللي هو مش باين معايا، على الجزء اللي ايه؟ اللي مش هيبان معايا. طب ايه اللي مش هيبان معايا؟ الظهر ده. الظهر ده هو اللي مش هيبان معايا، فبدي الشيمه عليه عشان يبقى من بره نضيف في نضيف، زي ما ايه زي التعبير اللي انا بقوله دوت نفهمه كويس. يعني ايه نضيف في نضيف؟ مش باين فيه اي خياطات. بص هيبقى كده بقى، ادي ايه الحوض شايف اهو كده، تمام؟ اللي انا قلت لك عليه ايه بقى؟ ايه وش في ظهر، ادي الظهر اهو وادي في الوش ده. ليه؟ لان عشان لما اجي اشتغل، ماشي، دي هتبقى ايه؟ باينه من تحت مش باينه؟ لا، لما دي تترفع فيبقى ايه الوش اللي هنا كده، تمام؟ كده انا خلصت ايه الصدر اهو بنفس الشكل كده، تمام. هاجي اللي عملته في الصدر هعمله فين؟ في الظهر. اللي عملته في الصدر دوت هعمله في الظهر. البنس بتاعتي اهي، وزي ما قلت لك اخلي ابقى عارف اساس البنسه فين. يعني ايه اساس البنسه؟ تاني نص البنسه. ادي بنسه، ماشي، ادي الثانيه النص اهو، هو دوت اللي محدد معايا البنسه فين بالظبط. ادي كده قطعه اتنين، دوت بقى الجزء الاطول اللي هو هيبقى ايه الخارجي، الجزء الاطول اللي هو هيبقى ايه الخارجي. البنسه دايما باخدها من ايه؟ من عريض او من القيمه الصافيه بتاعتها على ايه؟ على مفيش. فين على مفيش؟ اهو. على مفيش يعني ايه؟ من قيمه من على الهوا خالص من فوق، وابدا اروح نازل بالعرض بتاع ايه؟ بتاع البنسه دي. كده الاربعه اتعملوا، كده الاربعه ايه؟ اتعملوا. هبدا بقى ايه؟ بص بقى يا سيدي، هنا هتبقى راكبه ايه؟ سوسته سحريه، تمام. اجي اشوف فين الطول، الاثنين دول طول واحد. زي ما قلنا هعمل ايه؟ وش في ظهر، زي ما عملت هناك عشان ما اتلخبطش. ادي وش اهو، ماشي، في ظهر قصير. اهو كده، تمام؟ اهو. ماشي، ده كده قصير وايه؟ وطويل بنفس الشكل ده. واروح مقفل هنا اهو. خلي بالك بقى مش هقفل من هنا عشان في سوسته سحريه هتتركب هنا. سيب 3 سم اهو، سيبهم بس دلوقتي اهو كده، وابدا ايه اشتغل بنفس الشكل ده، تمام؟
ونفس اللي عملته هناك الافراط هديها ايه هنا. ماشي، مش هدي بقى ايه شيمه هنا اهوت عشان لسه انا هركب سوسته سحريه هنا. هتبقى عامله ازاي؟ هتبقى كده اهي، هتبقى ايه بنفس الوضع ده كده يا جماعه بالظبط. ده كده جزئيه ماشي اهو، وادي الجزئيه الثانيه اهي زي ما قلت ايه وش في ظهر، سايب الثلاثة سنتي اللي هم عند عند ايه منتصف الظهر اهو، منتصف الظهر اهو تمام، اللي هتركب فيه سوسته ايه سحريه هنا. الافراد بتاعتك اهي، وزي ما قلت لك مش هدي الشيمه ليه؟ عشان اللي هي الشيمه اللي على الجسم هنا اهو كده، عشان انا لسه هركب ايه سوسته سحريه تمام. كده انا بدات ايه ها، بدات اقفل الايه ال، بص انا هدي جزئيه من الشيمه بس ليه؟ عشان ابدا اقفل الكتاف بتاعتي، ابدا اقفل ايه الكتاف بتاعتي، لان انا قلت لك عايز اجمع الجسم عشان ابدا بقى ايه اشتغله كده اهو. هبدا بقى ايه، تعالى بقى شايف ادي الستر اهو من الامام كده، انا زي ما قلت لك ايه انا ظبطت الحوض بتاع الرقبه بتاعه بتاع الامامي، نركز بس مع بعض وعشان ما نتوهش من بعض. هبدا اقفل الكتف اهو هنا اهو كده، وهتقول لي انت بتقفله ليه من هنا؟ هقول لك ماشي، خليك معايا وشوف انا بقفله ليه، عشان يبقى كده الاثنين اهم كانهم قطعه واحده، الدريس البيزك الاساسي او الفستان الاساسي بتاعي اللي هو الجزء الداخلي، والجزء الخارجي اللي هو ايه اطول منه. تمام اهو كده، تعالى بقى بص بقى هاجر عامل ايه كده، الصدر اهو وادي الظهر، نص الظهر ماشي، نص الظهر، نص الظهر دوت هيركب المفروض هنا، هيتقفل هنا. تعالى بقى شوف هنعمل ايه، بص هروح جاي مدخل ده الامامي اهو، وشوف رحت فارد انا الظهر اهو، ده اللي بره وادي اللي جوه، وهروح عامل دي كده على اساس ايه يبقى نضيف في نضيف، فبدخل دي جوه. يعني ايه نضيف في نضيف؟ ما تبانليش الخياطه خالص، يعني ما احتاجلهاش اوفر، فهدخل القداماني اهو سندوتش ما بين ايه؟ ما بين الوراني، شايف الوراني؟ ادي دي حرده الرقبه اهي، وادي الكتف اهو تمام؟ هروح جاي مدخل ده جوه ده اهو، بص يا سيدي اهو ماشي، واجي اروح جاي مقفل عليه الجزء ده كده. يبقى خدت ايه؟ عملت القداماني سندوتش ما بين ايه؟ ما بين ما بين ايه الوراني. بص الزيادات دي ما خليهاش كتير كده في الكتف اهي، لان مش محتاجها. بص يا سيدي اللي انا عملته دلوقتي اهو، شايف بقى ده هنا اهوت، بقت الرقبه عامله ازاي بنظافتها كده اهو، ولسه ما اتكوتش ولا لسه اتعملت، بص ادي اهو كده، وداخله ايه ادي الوراني، وادي ايه القداماني، ده نص الايه الوراني، وادي ايه القداماني معايا. شايف الخياطه بقى ونظافتها بقت عامله ازاي؟ اهي قدام وورا اهي، ما بقاش فيه خياطه باينه معايا. ليه؟ ده زي ما قلت لك ان انا مدخل القداماني ده سندوتش ما بين الوراني. يعني ايه سندوتش؟ يعني هو اللي داخل ما بينهم، ما هو الوراني دلوقتي يا جماعه عشان بس نفهم مع بعض، حتتين اهو، حتتين اهو ماشي، اساس ماشي والخارجي، فرحت ايه رحت فاتحهم اهو كده، ورحت جاي عامل ايه بص اهو تاني، رحت جاي مدخل ده اهو القداماني اهو ما بين الاثنين، ما بين الاثنين، لان ده هاجي اروح قافله على ده، بص اهو كده ماشي اهو كده،
واروح جاي مقفل عليه من هنا كده اهو، انضف بقى. بعمل ايه؟ بنضف ده بده اهو. يبقى مفيش، لما اقلب مش هتبقى فيه خياطه باينه معايا. فاهمين الكلام دوت؟ عشان بس ما بقاش ايه بتكلم وخلاص، الكلام دوت لازم يبقى فيه عشان يتفهم كويس. تجيب تقص جزئية كده حتى ولو عينة، وتمشي مع الفيديو خطوة خطوة، فتفهم الكلام اللي بيتقال. لان انت مهما اتفرجت على الفيديو ممكن الكلام اللي انا بقوله دوت مش هيبقى ايه مفهوم بالنسبة لك الا لما تشتغل حاجة بايديك. بص بقى يا سيدي، ادي الجزء بتاع الفستان اهو، البيزك والايه والكفر بتاعه. بص بقى يا سيدي، ادي اهو، ادي الخارج اهو، وادي الداخلي. ماشي، الوراني، ادي الخارجي والداخلي. تمام كده، انا قفلت منين؟ من الكتاف هنا. تمام، اظبطهم بس مكوى كده عشان اروح مقفل لك الجناب. يبقى انا كده ايه قفلت الجزء الفوقاني ما عدا الكمام. انا هعمل الكمام واركبها وكل حاجه زي ما قلت لك. انا هوقف ده كده على اساس اروح ايه شغال بقى الجزء التحتاني. يبقى انا خلصت الجزء الفوقاني خالص. يبقى احنا مشينا مع بعض خطوه خطوه لغايه ما وقفنا الجزء العلوي بتاع الفستان. ماشي يا جماعه، ظبطوا كده ونيجي مع بعض تاني. بعد ما ظبطنا بقى المكوى اهو، ماشي، هنبدا بقى ايه نركز كده مع بعض. لما بقول كلمه نركز مع بعض يعني الموضوع فيه ايه لخفنه. تمام، فنركز مع بعض. بص بقى، ادي القداماني اهو اللي هو الخارجي مش الاساس، لا هبدا اقفله خلاص كده بقى. انا ظبطت المكوى بتاعتي، هروح مقفل ده لوحده وده لوحده، ده لوحده وده لوحده. من فوق في الكتف ماشي، كان الاثنين مع ايه مع بعض. فوق في الكتف كان الاثنين مع بعض، لكن كده بقى انا بقفل ايه. بص حضراتكم، ادي ده الخارجي اهو، ده لوحده. طب الداخلي برضو لوحده، الداخلي ايه برضو اهو كده لوحده اهو. ماشي، عشان ما نتلخبطش نبقى ماشيين ايه بنظام كده. خلي بالك بقى ان الخياطات واحده كلها، ما عدا يعني الخياطات من تحت الباط كلها بمقاس واحد. نفهم مع بعض كده. الخارجي بقى بوسعه سنتي من تحت عن الداخلي، الداخلي اللي هو الاساس عندي اللي هو ده. تمام، تعالى ده كده الداخلي اهو، قفلت جنب فيه. انا هوريها لك، ادي ايه قفلت جنب فيه. تمام ماشي، بص نقلبها كده مع بعض. بص بقى في جنبين اهم، ادي جنب متقفل اهو، وادي الجنب التاني اللي هو الداخلي. الناحيه التانيه كذلك، الناحيه التانيه ايه كذلك اهو، الداخلي مع الداخلي والخارجي مع الايه مع الخارجي. ليه؟ لان انا بقول لك هما متقفلين من ناحيه الكتف بس، اما من تحت كل واحد حر. يعني ايه كل واحد حر؟ كل واحد لوحده، عشان يبقى الحرمله طايره. الحرمله اللي هي الخارجيه ديت ماشي، مش اللي هي البيزك الاساس بتاع الفستان، لا تبقى طايره. واللي سالني وقال لي اصلا ينفع ان يبقى الداخلي لون والخارجي لون، مفيش مشكله، ينفع الداخلي لون والخارجي لون، وخاصة لو اتعمل ايه شيفون، لان الشيفون بيكب على اللي تحته. يعني مثلا لو ده درجة ودي درجة هتبان الفرق ما بينه. بص كده انا قفلت اهو الداخل اهو، طب الخارجي، الخارجي اهو، عشان بقى ايه اروح حاططهم على البنك واوريك بقى ده لوحده وده لوحده. ده الخارجي اللي قلت لك ايه من تحت الباط متساويين مع بعض، من تحت الباط ايه متساويين مع بعض، لكن من بره لا كل واحد ايه لوحده، كل واحد لوحده. تمام، فانا هشوف بقى ايه دلوقتي بقى
هوريك بقى ايه الشكل كله على البنك بقى عامل ازاي بعد ما قفلت ده لوحده وده لوحده. نبدأ نشوف الشكل على البنك هيبقى عامل ازاي. يلا بينا عشان ايه يبقى الفيديو دوت هو تقفيل ايه الجزء ده كله. بصوا بقى حضراتكم، ادي بعد ما ظبطت كله مع بعضه، بص بقى ادي دي كده طبقه اهي داخليه، طبقه ايه الداخليه الاساسيه بتاعتي اهي، ادي واحد ماشي، دي ايه الطبقه الاساسيه بتاعتي ماشي، وايه تاني ادي الطبقه الخارجيه التانيه اهي. بص حضراتكم ادي واحده، ادي الداخليه اهي منفصل عن دي خالص، وادي الخارج. مشبوكين منين؟ مشبوكين من الكتف، مشبوكين من الايه الجيرو بتاع الكم، الجيرو بتاع الايه الكم تمام. لما هاجي بقى دلوقتي هقفل ابدا بقى ايه اعمل خلاص كده. الخارجيه ديت على فكره الخارجيه دي ماليش دعوه بيها بقى خلاص تمام، خليها على جنب خالص. هاجي دلوقتي بقى ايه، احنا كنا قسمنا الفستان لثلاث اجزاء، الجزء العلوي اهو فاضل له الكمام ويبقى خلص تمام. الجزء الاوسط اللي هو هيتكشكش هنا اهوت ويبقى نازل لغايه ايه، لغايه بعد الركبه، ويتبقى الجزء الثالث اللي هو الكورنيش ماشي. يبقى انا دلوقتي هصمم ايه، هصمم الكم واركبه، هصمم الكم واركبه واحط لكم في صندوق الوصف ماشي. الكم ده اتعمل ازاي، اتقص ازاي، وهو فيه استك في نهايته كورنيشه، هحطها لكم برده في صندوق الوصف تمام، على اساس ما نعيدش ايه الفيديوهات تمام. هنحطه في صندوق الوصف ومعمولين وواضحين وكل حاجه تمام. يبقى انا كده خلصت بفضل الله ايه الجزء العلوي، يعتبر الجزء الاولاني من الفستان خلص. ما تنساناش من صالح الدعاء، الدعاء بظاهر الغيب، الاعجاب بالفيديو شرط اساسي بطلبه من حضراتكم يعني فضلا لا امرا، وانتوا عارفين ان احنا في نهايه الفيديو بنقول امرا، لان احنا بنقول بنكون عملنا تقريبا اللي ايه اللي علينا، فمستنيين ان انتوا تعملوا اللي عليكم تمام. بعد كده الدلع على الخير كفاعلي، ده الاصل الاصيل اللي احنا بنينا عليه قناتنا وقناتكم. ما تنسناش من صالح الدعاء. واخر حاجه هقولها لحضراتكم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.